في حلقة النهاردة هنعرف مع بعض عن خطوات تثبيت تعريف التوابع الكانون MF512X، يعني هنعرف ازاي نعرفها عن طريق الكابل USB، وهنعرف ازاي نعرفها عن طريق الراوتر الواي فاي، وهنعرف ازاي نعرفها من موبايل ونطبع من الموبايل. كل ده هنعرفه مع بعض، لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخوانا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض عن خطوات تثبيت التعريف التوابع الكانون MF512X، وان شاء الله الحلقه تنال اعجابك. واول حاجه هنبدا بيها وهي تثبيت تعريف التوابع عن طريق الكابل يو اس بي. فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر ونمشي الخطوات واحده واحده مع بعض. فيلا بينا. مبدئيا كده يا جماعه، انا سايب لكم رابط تحت في الوصف. الرابط ده بمجرد انك تضغط عليه هيدخلك على موقع الكانون الرسمي عشان تقدر تحمل تعريف التوابع، وهيفتح لك بالمنظر ده. بعد كده هننزل تحت شويه هنلاقي التعريف بتاعنا اهوت. زي ما انتم شايفين هو ده التعريف بتاعنا. هنختار كلمه داونلود بالازرق ثم داونلود مره اخرى، وتنتظر لحد ما التعريف يتحمل معانا. وفي نفس الوقت هنقفل الصفحه من على الاكس هنا ونطلع فوق نختار كلمه سوفت وير عشان ينزل بالمره تعريف المسح الضوئي او تعريف الاسكانر. وننزل تحت شويه هنلاقي مكتوب ويندوز 32 بت 64 بت MF Scan Utility، هو ده. هننزل تحت شويه هنلاقي كلمه داونلود، نختار عادي جدا ونعمل داونلود، ثم ننتظر ايضا تحميل تعريف الاسكانر. وعشان نعرف نظام التشغيل بتاعك اذا كان 32 بت او 64 بت عشان ما يحصلش مشاكل اثناء التعريف، هنخفي الصفحه دي مؤقتا ونروح على زيز بي سي، كليك اليمين ثم ننزل على كلمه اسمها برينتر بروبرتيز، وهتلاقينا في القايمه سيستم تايب 64 بت اوبريشن سيستم، يعني النظام بتاع التشغيل بتاع الكمبيوتر بتاعك 64، عشان لما تيجي تسطب التعريف ما تختارش 32، في الحاله دي مش هيثبت معاك، فلازم تختار 64. ثم هنقفل الصفحه دي عادي جدا. بعد ما نزلنا تعريف الطوابع وتعريف المسح الضوئي، هندخل على داونلود عادي جدا اللي موجود عندنا او قائمه التنزيلات اهي داونلود. هتلاقينا مكتوب MF510 درايفر، يعني ده التعريف، وهنا مكتوب MF Scanner Utility، يعني ده تعريف الاسكانر. هنعمل ايه؟ ضغطتين هنا عادي جدا بالماوس ثم هنختار يس. ثم بتنتظر لحد ما الملف بيفك الضغط بتاعه، وزي ما انتم شايفين بعد ما فك الضغط بتنتظر لحد ما البرنامج يفتح معانا. ثم هنختار نيكست عادي جدا ثم يس، ثم هنختار يو اس بي كونكتنج نيكست، وتنتظر لحد ما التثبيت يكمل معانا. وما توصلش الكابل يو اس بي غير لما البرنامج يطلب منك، وزي ما انتم شايفين ده البرنامج اللي احنا فكينا الضغط بتاعه. يعني لو تلاحظ هنا ال MF5010 MF درايفر هتلاقي هي هنا MF5010 MF درايفر، هي يعني ده مضغوط وده فك الضغط. وفي الخطوه دي بيطلب منك انك تركب الكابل اليو اس بي الواصل بين الطابعة والكمبيوتر او الطابعة واللابتوب. اهو دلوقتي ركبنا كابل اليو اس بي، وهنا بيقول لك ويتنج تو كونكت، اول ما يقول لك كونكتد يبقى تم التوصيل. بننتظر لحد ما تظهر لنا كلمه كونكتد، وعلى فكره ممكن تنتظر دقيقه وممكن دقيقتين وممكن 5 دقائق وممكن 10 دقائق، وده بيعتمد على سرعه جهاز الكمبيوتر اللي انت بتعرف عليه الطابعة. وزي ما انتم شايفين ذا ديفايس از كونكتد تو يو كمبيوتر، يعني كده اتعرفت بالكمبيوتر. هنعمل اكس. طب دلوقتي احنا عرفنا الطابعة عن طريق الكابل اليو اس بي، دلوقتي عايزين نعرف الاسكانر، وده تعريف الاسكانر. ضغط على عادي جدا وبتنتظر لحد ما يفك الضغط. اول حاجه بيقول لك اختار اللغه هنا، عايز تختار عربيه هتلاقي العربيه عادي جدا اهي، عايز تختار انجليزي اهي، فانا هختار عربيه ثم نيكست ثم نعم. وهنا بيقول لك اكتمل تثبيت الكانون ام اف سكان يوتيلتي بنجاح، انكر فوق اكتمال للخروج من برنامج الاعداد، هتعمل اكتمال. ودلوقتي عرفنا الطوابع والاسكانر عن طريق الكابل يو اس بي. ودلوقتي جه ميعادنا عن تعريف الطوابع عن طريق الراوتر الواي فاي، والخطوات كالتالي: هنختار القائمه ثم هنختار اعدادات الشبكه، ثم هيطلب منك معرف مدير النظام ورقم البن، ازاي؟ ضغطه واحده عليه عادي جدا، ثم رقم المعرف من 7 لـ1 عد تنازلي 7 6 5 4 3 2 1، ثم تطبيق نفس النظام في رمز البن 7 6 5 4 3 2 1، ثم تطبيق. ثم هنعمل ايه؟ هنضغط على زرار الاي دي، دخلنا على قائمه الشبكه، هنختار اول حاجه اعدادات اللان اللاسلكيه، ثم هنعمل نعم، ثم نضغط على اوكي،
ثم بنختار تالت اختيار وهو اعدادات ال SSID. ثم عندك اختيارين، اول اختيار ده مكتوب تحديد نقطة وصول، ده لو الراوتر عندك مرئي، وادخال يدوي ده لو انت عامل الراوتر مخفي. فلو انت اخترت ادخال يدوي هتدخل اسم المستخدم بتاع الراوتر وكلمة المرور، لكن لو انت عامله مرئي فهتختار تحديد نقطة وصول. فانا عامل الراوتر اللي عندي مرئي فهختار تحديد نقطة وصول، وانا ببحث على شبكة الراوتر اللي موجودة في المكان. زي ما شايفين دي قائمة الراوتر اللي موجودة في المنطقة عندي، هختار الراوتر بتاعي. وهنا بيقول لك دخل كلمة المرور، مع العلم ان زرار النجمة ده بيحول الحروف من كابيتال لسمول لارقام. ازاي؟ يعني دلوقتي القائمة معمولة بحروف الكابيتال اللي هي الكبيرة، ضغطة كده هتلاقيه بقت صغيرة، ضغطة كمان بقت ارقام. طب والارقام دي بتدخل ازاي؟ شايفين حرف الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F وهكذا. لو انت عايز مثلا حرف الـ S هتختار السبعة اربع مرات، لو انت عايز حرف الكي هتختار الخمسة مرتين زي نظام التليفونات ابو زرار القديم. فانا هدخل كلمة المرور. بعد ما تكتب كلمة المرور بكل سهولة هتختار تطبيق، ثم هتختار نعم. هتلاقي اللمبة الزرقاء دي بدأت تنور وتطفي، يعني معناها بتتوصل بالراوتر. وهنا كتب لك تم التوصيل، وأول ما تثبت على لون أزرق كده معناها إنها اتوصلت بالراوتر الواي فاي. طول ما هي بتنور وتنتفي معناها إن هي بتدور على الراوتر، أول ما تثبت معناها إنها اتوصلت بالراوتر. ولو هي مطفية يبقى أنت مش مفعل خاصية الراوتر الواي فاي اللي موجودة في الطابعة. فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر ونثبت تعريف الطابعة عن طريق الراوتر الواي فاي، ونثبت المسح الضوئي عن طريق الراوتر الواي فاي. فيلا بينا. هنرجع تاني لقائمة الداونلود ونختار أول حاجة تعريف الطابعة، تمام؟ هي عادي جدا. ثم نختار درايفر، ثم UKANG، ثم نختار الـ 64 بت اللي هو نظام التشغيل اللي احنا شفناه من شوية، ثم نختار سيتاب، ثم نختار يس، ثم نختار نيكست، ثم يس، ثم نختار نتورك كونكتنج، ثم نيكست. هنختار يس، وهنا بيدور على الطابعة اللي موجودة في الشبكة. زي ما انتم شايفين مكتوب MF510 سيريز وده الاي بي، هنختارها كده عادي جدا ونعمل نيكست، ثم نعمل نيكست مرة أخرى، ثم نعمل نيكست، هنعمل نيكست ستارت. وطبعا لازم تتأكد إن اللابتوب متوصل على نفس شبكة الراوتر اللي متوصل عليه الطابعة، ثم هنعمل نيكست، ثم نعمل اكست. وهنا دلوقتي بيطبع لك ورقة عشان يأكد لك إن الطابعة اتعرفت عن طريق الراوتر الواي فاي. زي ما انتم شايفين صوت ده صوت الطابعة. طب دلوقتي عرفنا الطوابع عن طريق الراوتر الواي فاي، عايزين كمان نعرف الاسكانر عن طريق الراوتر الواي فاي. هنختار ملف الاسكانر عادي جدا، ثم نختار كلمه سطب، وهنختار يس، ثم هنخليه باللغه العربيه او الانجليزيه زي ما انت عاوز، يعني نيكست نعم، ثم هنختار اكتمال، ثم نقفل الصفحه دي عادي جدا. طب دلوقتي عايزين نعرف برنامج الاسكانر ده موجود فين. شايفين علامه الويندوز دي اللي هي قائمه الستارت، ضغطه واحده عليه، حاليا مكتوب هنا ايه ام اف سكان يوتيلتي. هتمسكها بالماوس كده، ما تسيبش الماوس خالص وتسيبها هنا، ده الاسكان بتاعك. طب دلوقتي انا عرفت الطوابع مرتين، مره عن طريق الكابل اليو اس بي ومره عن طريق الراوتر الواي فاي. عاوز لما اجي اطبع ابقى عارف ان بطبع من الراوتر الواي فاي ولا بطبع من كابل اليو اس بي. الموضوع سهل جدا، هنروح على كنترول بانل عادي جدا، ممكن تلاقيها على صحيح المكتب وممكن تبحث عليها، وهنختار فيو ديفايسز اند برينترز. هنلاحظ ان الطوابع متعرفه مرتين، عاوز اعرف انهي واحده فيهم هي اللي متوصله كابل اليو اس بي وانهي واحده فيهم متعرفه واي فاي. هنشيل كابل اليو اس بي من الكمبيوتر عادي جدا، واللي تنتفي تبقى هي كابل اليو اس بي. زي ما انتم شايفين دي انطفت، يبقى هنختار كليك اليمين كده ونختار برينتر بروبرتيز، وهتلاحظ ان في قائمه زرقاء هتمسحها عادي جدا وتكتب كاب يو اس بي وتعمل اوكي، ودي عن طريق الراوتر الواي فاي. كليك اليمين عليها وتنزل عند كلمه اسمها بروبرتيز برضو، والقائمه الزرقاء دي هنكتب عليها واي فاي. يبقى كده عرفت انهي واحده عن طريق الكابل يو اس بي وانهي واحده عن طريق الراوتر الواي فاي. ودلوقتي هنظبط مع بعض اعدادات الطباعه، لان الطوابع دي الوضع الابتدائي بتاعها ان هتطبع كل الورق والشودار. كليك اليمين على اي واحده فيهم، ثم تختار برينتنج بريفرنسز، ثم هتختار بيج سايز هتخليه اي 4، وهنا اوت بوت سايز خليها اي 4 ايضا. وهتلاحظ هنا ان الطوابع معموله انها تطبع اي حاجه وشودار، لو سبتها كده يبقى انت هتطبع كل حاجه وشودار. ضغطه واحده عليها وتختار وان سايدد برينتنج، يعني اي حاجه دلوقتي هتطبع وش بس. وعشان الطباعه تبقى سريعه معاك هتختار الاوتو كلر دي تخليها بلاك اند وايت، ثم ابلاي. كده انت حفظت جميع الاعدادات انها تطبع على وش واحد. ثم هنختار بيبر سورس ونخليها دراور انها تسحب من الدرج اساسي، ثم ابلاي
ثم اوكي. وكذلك الواي فاي هنعمل نفس الاعداد بالظبط. ودلوقتي لو حبيت تطبع اي حاجه هتطبع معاك بكل سهوله. وليكن انا عايز اطبع الملف ده، يتطبع ازاي؟ هتختار عادي جدا فايل، ثم هنختار برنت عادي جدا، ثم هتلاحظ هنا انك هتطبع عن طريق تعريف الواي فاي، وممكن تختار الكابل يو اس بي بكل سهوله عادي جدا. يعني هنا الواي فاي اهيت معموله اساسيه، ولو حبيت تغير هتلاقي مكتوب كابل يو اس بي، ولو حبيت تطبع وش ودار هتلاقي مكتوب برنت وان سايد، هتخليها برنت اون بوث سايد. كده بقت وش ودار، الموضوع سهل كده. طب دلوقتي انا عاوز استخدم الاسكانر ازاي؟ هنختار ام اف سكان يونيتي اللي موجوده قدامكم دي، وهتلاحظ ان دي قائمه الاسكانر ومكتوب هنا اسم المنتج كانون ام اف 510 سيريز. بالطريقه دي انت هتعمل سكان عن طريق الكابل يو اس بي. طب افرض انا عايز اعمل عن طريق الراوتر واي فاي، ضغطه واحده عليه هتختار اللي تحتيه اللي مكتوب سيريز وبعد كده ارقام كتير، دي الراوتر واي فاي، واللي فوقيها هي اللي كابل يو اس بي. فطبعا انا برشح انك تعمل سكان عن طريق الكابل يو اس بي عشان تبقى اسرع معاك. يعني بتختار هنا كده وبتختار كان ام اف 510 سيريز، كده بقت كابل يو اس بي. وعندك نوعين من الاسكان، في مستند وفي صوره. فاول حاجه هتحط ورقه في الفيدر زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ويكون وشها الاعلى، يعني هنحط ورقه او اكتر من ورقه زي ما انت عايز، ويكون الكلام وشه الاعلى. ثم بتختار بي دي اف ولا صوره، يعني عادي المستند ده يظهر كبي دي اف ولا عايزه كصوره جي بي جي. انا وليكن هختار مستند، وهنا بيعمل سكاننج يعني جاري الاسكان. زي ما انتم شايفين الورقه بتتسحب قدامنا عادي جدا بكل سهوله، ثم بتنتظر لحد ما الاسكان يخلص، وهتتحفظ في المكان اوتوماتيك، يعني هتتحفظ بتاريخ النهارده. طبعا لازم تكون مثبت عندك برنامج بي دي اف عشان يفتح معاك بكل سهوله. او زي ما انتم شايفين دي الورقه اللي عملناها، لو رجعنا خطوه لورا هتلاقي مكتوب تاريخ النهارده 4/9/2022. وكل ما تعمل اسكان بيوم بيتحفظ بتاريخ اللي اتعمل فيه اسكان. وبكده عرفنا ازاي نعرف الطوابع ونثبتها، مره عن طريق الكابل يو اس بي ومره عن طريق الراوتر واي فاي، وعرفنا ازاي نثبت ونستخدم الاسكانر. ودلوقتي هنعرف مع بعض عن طريق تعريف الطوابع بالموبايل وازاي نطبع من الموبايل، فيلا بينا. فاول حاجه هنعملها هنروح على البلاي ستور او الاب ستور اللي موجود عندك في الموبايل، ثم نبحث على اسم البرنامج ونكتب كانون، وبعد كده ننزل تحت شويه هنلاقي الاختيار بتاعنا مكتوب كانون برنت بزنس وعليه علامه زرقاء، تمام؟ نفتحه عادي جدا، ثم نضغط على تثبيت، ثم ننتظر لحد ما البرنامج يثبت معانا، ثم بعد كده بنعمل فتح للبرنامج عادي جدا. هنلاقي فوق على الشمال علامه طوابع وفوقها زائد، ضغطه واحده عليها، ثم نعمل اوتو سيرش، هنلاقي الطبعه بتاعتنا مكتوب ام اف 510 سيريز، ضغطه واحده عليه ثم نختار ايديت. ودلوقتي الطوابع اتعرفت عن طريق الموبايل. طب دلوقتي عايزين نطبع من خلال الموبايل ازاي؟ هنقفل كل ده عادي جدا ونختار صوره او اي ملف بي دي اف موجود عندي، وليكن انا هخش على برنامج البي دي اف وده الملف اللي انا عايز اطبعه. ازاي؟ هنعمل شير عادي جدا، ثم سين بقى كوبي، ثم بنختار البرنامج اللي احنا نزلناه من شويه زي ما انتم شايفين كانون برنت اللي هو دوت. ولو انت ضغطت على كلمه برنت بالاسود فانت هتطبع على طول، لكن عايزين نظبط شويه حاجات في الاعدادات عشان ما يحصلش مشكله. هنضغط ضغط هنا عادي جدا، اول حاجه مالناش دعوه بيها اللي مكتوب عليها اوت بوت ميزوت، ثاني حاجه اوت بوت سايز وده حجم الورق، احنا بنختار A4 او بتختار اللي انت عايزه. لازم يكون حجم ونوع الورق اللي موجود في درج الورق هو نفس حجم ونوع الورق اللي موجود في اعدادات الموبايل. ثاني حاجه مكتوب كوبيز وده عدد النسخ معاك من نسخه ل 99 نسخه، ممكن تختار نسختين ثلاثه اللي انت عايزه، ثم بتختار اوكي. وتالت حاجه مكتوب برنت رينج، دي لو انت عاوز تحدد طباعه من ورقه كام للورقه كام. وخامس اختيار معانا مكتوب بيبر سورس وده مصدر سحب الورق، بنسيبها زي ما هي اوتو. وسادس اختيار معانا مكتوب سيلكت كلر، انا بنصحك انك تعملها بي اند دبليو عشان الطباعه تبقى اسرع. وسابع اختيار معانا وده يعتبر اهم اختيار مكتوب تو سايدد، طول ما هي معموله اوف فانت هتطبع ورقه ورقه وش، لكن لو عملت كده فانت هتعمل كل طباعتك وش ودار اوتوماتيك، فانا بخليها وش وش. وقت ما انا عايز اطبع وش ودار هفعل الخيار دوت. وتامن اختيار معانا واخر اختيار ومكتوب عليه ورقتين في ورقه واحده، انت عملتها كده خليت ورقتين في ورقه واحده في وش واحد، لكن كده هتطبع ورقه ورقه A4. ظبطنا جميع الاعدادات بتاعتنا، بنرجع خطوه لورا ثم نضغط على برنت. زي ما شايفين كده اللمبه اللي لونها اصفر نورت، معناها انها اخذت امر طباعه. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي انا عايز اعمل سكان واحفظه في الموبايل عشان ابعته واتساب، ابعته ميل، ابعته فيسبوك، او اعمل بيه اي حاجه، او احفظه في الموبايل عامه. هنروح على البرنامج بتاعنا عادي جدا اللي هو كانون برنت، وهتلاقي على اليمين كلمه اسمها سكان اهي، ثم اوكي، ثم هنعمل استخدام هذا المجلد السماح، ثم هتحط ورقه عادي جدا فوق كده الورقه اللي انت عايز تعملها سكان، ونروح للبرنامج ثم هنضغط على كلمه سكان. هنلاحظ ان السكان بيتعمل قدامنا ومكتوب هنا جاري المسح الضوئي، اي الورق اللي احنا عملناه سكان. عايز تبعتها ميل، عايز تطبعها كمان، مفيش اي مشكله.
وقبل ما اقفل معاكم حلقة النهاردة، حابب اوضح لكم حاجات مهمة جدا بالنسبة للواي فاي. لو انت في مرة جيت تطبع من الواي فاي ولقيت الطوابع مش بتستقبل، فلازم تتأكد ان اللمبة دي اللي هي لونها ازرق دي، انا اوضح لكم اكتر، لونها ازرق دي بتنور وثابتة. لو هي مطفية يبقى انت عملت حاجة من التلاتة، يبقى انت حولت الراوتر من مرئي المخفي او من المخفي المرئي، او غيرت باسورد الراوتر الواي فاي، او غيرت جهاز الراوتر الواي فاي ذات نفسه. فبالتالي هتعيد نفس الخطوات تعريف الطوابع عن طريق الراوتر الواي فاي. وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة، اتمنى انه نال اعجاب، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد الساد من قناة كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.